رأس العام الأمازيغي هاد السنة عندها نكهة خاصة، وكتعرفوا بأنه سيدنا الله ينصو تكرم على المغاربة، وبأنه هاد القرار اللي جا في الدستور ديال يعني دستارة الأمازيغية، واليوم عيد وطني. الحمد لله خدمنا مزيان اليوم، وغنترينو مزيان لي جوغ لي ماجين باش نكونوا واجدين ان شاء الله. الحمد لله مزيان، لوتيل مزيان، التيران مزيان، جو كرو سي لو ميور تيران كي دوترينمون كي جي في ديبي كو جو ان افريك. دونك فوالا الحمد لله، اون ا تو بور بيان سي بريباري، وان شاء الله نكونوا مزيان. نديرو كل شيء حندا نديرو الشعلة الكاس. هذا الاتفاق المهم وكنعتبره في قطاع الاتصال هو اتفاق تاريخي في الحقيقة، لأنه كيف ما كتعرفوا تحديات ديال المملكة المغربية هي تحديات كبرى في مجموعة ديال المجالات، وفي المجال الرياضي بالخصوص كيف ما كتعرفوا سيدنا الله ينصرو أعلن على تنظيم كأس العالم في 2030، وهذه المحطة كتبدأ من الآن، يعني نوجدوا لها نحن كذلك كقطاع الاتصال كصحفيات، أنتم كصحفيات وصحفيين. إذا كانت سعيدة شرف دايرة شكاية بالفنانة واللي هي الطرف الآخر، فأنا كنت نازل عليها قدامكم، وأنا لأول مرة يمكن نقولها لكم. حمزة مومبيبي ليس شخص، حمزة مومبيبي هو حساب إجرامي افتراضي. C'est un compte bancaire reste inactif pendant une période de 10 années ou s'il n'a fait l'objet d'aucune réclamation ou opération, il est considéré en déshérence dans le jargon bancaire. L'argent dans le compte est alors automatiquement transféré à la CDG et le compte est définitivement clôturé. Premièrement, la communication et l'empathie, c'est très important. Très souvent, on pense qu'on écoute, mais on n'écoute pas. On pense à répondre avant d'écouter la perspective de l'autre. Donc c'est très important de considérer qu'on doit d'abord écouter les besoins des autres, leurs émotions, avant de pouvoir trouver une solution enfin. أحلام بسيطة زعما كانت عزيزة عليا النجارة، كان عندي واحد ود خالي في النجارة، وكنت كنمشي عندو المكازا ديال النجارة بزاف، كان كيعجبني ريحة العود. ما كانوش شي أفق بيني وبينك زعما لا فيريتي، ما كانوش شي أفق. كنت كنفكر واحد الوقت الدرك الملكي كذلك حتى هو، وفي التعليم، لأن بحكم الأب ديالي والأم ديالي حتى هما رجال التعليم، الظروف والمكتب عرفتني على المسرح على التياتر. من بعد تخصصت فيه، بعد صافي بديت كنكتب سميتي ونقص سميتي في المجال ديال التمثيل والتشخيص. واش هذا توقيت مناسب في نظركم باش غادي نوجهوا انتقادات ولا نطعنوا في لا ليست اللي دار الكراكي كيف ما كان الحال يعني؟ On sait ce que c'est que la pression et on vit avec. Voilà, mais pas plus que ça. On sait qu'on a des responsabilités, ça qu'on sait qu'on a des supporters et un peuple derrière nous. Et voilà, on ne veut pas les décevoir. Et ne pas les décevoir, c'est donner le maximum. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. مجرد الإعلان ديالو على هاد اللائحة دات ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من طرف ناس عاديين، سواء من طرف لاعبين قدامى، سواء من طرف لاعبين حاليين أو نقاد، كل أدلى بدلوه. إحنا هادشي كلشي الناس كنعتبروا أنهم كيديروا بغيرة على المنتخب الوطني، ولكن راه كيسبب تشويش. لحظة تاريخية ومفصلية في تاريخ الإعلام المغربي، وإن شاء الله إحنا كإعلاميين لأول مرة غادي نمشيو بزي موحد، فريق موحد، إقامة موحدة، أكيد فإن شاء الله غادي نكونوا قد المسؤولية ديالنا، وغادي نواصلوا مسلسل الإصلاح واللي تيقودوا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.